بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور مدحت الشيمي، هستكمل معاكم النهارده ان شاء الله. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الامراض المرتبطه بالتغذيه او سوء التغذيه، واتكلمنا على واحد من اهم واخطر الامراض اللي هو الحمى النزفيه، ومرتبط معاها كمان التسمم الدموي الانتيروتوكسيميا. النهارده هنستكمل الامراض الخطيره اللي ممكن بتصيب الابل، وهو مرض نقص فيتامين بي 1 او البي 1 ديفيشنسي او البوليو انسيفالوماليجيا. هنا هتكلم عن المرض مش بتفاصيله، وبرده افكر حضراتكم ان تفاصيل المرض، لان المرض ده انا اتكلمت فيه قبل كده بتفاصيل كتيره جدا في مقال حوالي 20 صفحه في كل تفاصيل المرض، هيكون سايب لحضراتكم برده الرابط الخاص بالمرض ده. لكن انا هتكلم عن حاجه مهمه جدا هتفيد جميع الاطباء اللي شغالين في طب الابل واللي بيشوفوا الامراض دي كتيره جدا، امراض سوء التغذيه. الموضوع ده هو ارتباط فيتامين بي 1 ديفيشنسي بنقص المغنيسيوم. دي حاجه مهمه جدا جدا. يمكن احنا بنعتمد على تشخيص فيتامين بي 1 ديفيشنسي بالاعراض الظاهريه اللي بتظهر للكلينيكال ساينس، سواء كانت الحالات الاكيوت او السب اكيوت او الكرونيك. بيكون الكرونيك اكتر طبعا صعوبه شويه، لكن انا بتكلم هنا على التشخيص المعملي. التشخيص المعملي اللي هو بيكون في الاغلب الاحيان غير متوفر، نظرا لان تفحص البي 1 بيرتبط بوجود جهاز من نوع اللي هو الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، وده مش متوفر في معظم المختبرات، وان توفر فالفحص بتاعه غالي جدا. لكن في جميع تقريبا الحالات اللي انا شفتها اللي هي بتعاني من نقص فيتامين بي 1 واللي فحصت فيها الفيتامين بي 1 وكانت نسبه البي 1 في الدم اقل من 35 مايكرو جرام بير لتر، ودي حاجه مهمه جدا لان ده البوردر لاين تقريبا او الافريج بوردر لاين ما بين الحالات الكلينيكال والحالات السب كلينيكال. تحت 35 او 30 مايكرو جرام بير لتر بيكون حالات كلينيكال بتبقى ظاهره جدا. طيب في بعض الحالات اللي هي بتكون 40 50 دي برضو يعتبر ديفيشنسي، ولكن ما بتظهرش اعراض، بتكون حالات كرونيك. يمكن بتعاني منها ابل السباقات بحالات تردي في مستوى السباقات، لكن في الابل العاديه ممكن تعدي وتمر بشهور طويله والحيوان فيه نقص فيتامين بي 1 ولكن ما بيظهرش عليه، وبتظهر في ما بتظهرش في الامهات كمان الحوامل، وبتظهر في الحيران او اللي هي الاجنه او الكامل كاف في الاسابيع الاولى بعد الولاده. ده نتيجه لان اصلا الديفيشنسي جاي من الام. طيب انا اقدر ان انا اشخص المرض ده ازاي؟ عن طريق المعمل باستخدام فحص الدم، وقلنا ان في فحص الدم اللي هو البي 1 هيكون فحصه صعب لانه غالي واحيانا مش متوفر في اغلب المختبرات. هعمل فحص بسيط جدا ورخيص اللي هو فحص المغنيسيوم. لما اجي افحص المغنيسيوم، النسبه بتاع المغنيسيوم الافريج بتبقى حوالي 2.5 ل 3 مايكرو جرام بر ديسيليتر. النسبة دي هي النسبة اللي في معظم الإبل اللي في حالتها الصحية العادية، لكن لما بتكون أقل من 1.5 بتكون دايما مرتبطة بنقص فيتامين بي 1. إذا أنا كده خدت فحص بسيط جدا ومش مكلف، وربطته بمرض خطير جدا اللي هو فيتامين بي 1 ديفيشنسي، وهو من مرض من الأمراض برضو القاتلة للإبل، خاصة في حالاته الحالات الأكيوت والسب أكيوت. وكمان ممكن استفيد منه للاطباء المهتمين بسباقات الهيجن، ان انا دايما اعمل فحص دوري على اساس ان اتابع الحاله بتاع سباقات الهيجن، ان انا افحص عنصر المغنيسيوم. دي من الحاجات المهمه جدا، اتمنى حضراتكم يعني تجربوها وتشوفوا النتائج بتاعتها. ان شاء الله هتلاقيها نتائج مرضيه جدا، وهتبقى جزء من الحاجات اللي هي بتخليك تستعيد او تستعين بفحص بديل للبي 1، فحص ناجح جدا. مش كتير من الابحاث اتكلمت عنه، لكن في بعض الابحاث اتكلمت عنه، لكن انا بتكلم حضراتكم من واقع تجربه لفحص مئات من الحالات اللي هي فيها فيتامين بي 1 ديفيشنسي كانت جميعها مرتبطه بنقص او الهايبوماغنيسيميا او نقص المغنيسيوم. نسبة من حضراتكم وتعليقاتكم على اذا كان في تجربه مشابهه، ونتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا من المعلومه. بنشكركم على حسن الاستماع.